الهدف الأول في المباراة، الهدف الأول في المباراة لقادم المهاجم، الهدف وهو اللاعب إدواني، اللاعب إدواني هدفه من البهم يسجل الآن الهدف الأول. عرضية جميلة لقادم الباك الشمال لانجرمان، عرضية بتاخد كرة تعدي، والهدف الثاني، والهدف الثاني، الهدف الثاني بقدم اللاعب واين ارنسي رقم 6 ريكاردو ناسيمنتو، ناسيمنتو وحطها جميلة على يمين الحارس محمد الشناوي. 3 لشيء، 3 سان داونز لشيء النادي الاهلي، هدف مبكر جدا في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الثاني. خطيرة وهدف خامس في المباراة، هدف خامس في المباراة، 5 لشيء، 5 لشيء، هدف في الدقيقة 82 من نهاية المباراة. خطيرة لمصلحة إيبار، فرصة لتسجيل الهدف الأول، الله، يسجل الهدف الأول في مرمى ريال مدريد. نعم هكذا هي الأمور، إن زيتين نعم موجود في هذه المباراة، الكرة العالية وكريم بنزيما نعم يأتي بالتعادل، رأس كريم تسجل التعادل لمصلحة ريال مدريد. هدف الآن بعد أن تم إلغاء الهدف منذ قليل، يأتي جت ليكروس الكرة العالية، الله، جول يأتي لمصلحة ريال عن طريق رأس كريم بنزيما. تسلم راسك وشفت اللقطات على دون روما، هذه فرصة هنا في أوتيك، الهدف الأول، الهدف الأول هنا روسونيري، روسونيري خطأ من بونوتشي، الضغط الرائع في اللقطة الماضية واستخلاص الكرة والتمرير إلى بيونتيك عشان يتقدم روسونيري بأول أهداف اللقاء هنا في الدقيقة 39. الضغط العالي، الضغط العالي اللي يولد الأخطاء، بونوتشي هذه الجوهرة، الجوهرة الأرجنتينية، ديبالا ورينا، ديبالا ورينا، وديبالا هي في المنتصف، هي في المنتصف، هي في المنتصف في هذه اللقطة في قلب المرمى، تهد الشباك ويأتي ديبالا بهدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 60. قطعت واللعب استمر، ليس هناك خطأ، ودي أمام ناكين ضيع الأولى، لكن لن يضيع، لن يضيع، لن يضيع أمام نابويس كين، لكن اللي يضيع أمام اليوفي يستقبل الميلان أضاع كثيرا في الشوط الأول، وبويس كين الكرة الإيطالية تأتي بنجم جديد، بالوتيلي جديد هنا، لكن مع اليوفي هو بويس كين، والفرحة والعناق بين نيدفيد وأندريا أنيلي، لأن اليوفي لا يقهر أبدا، اليوفي هو المهيمن، هو المسيطر، هو اللي عنده الرغبة، هو اللي عنده الشخصية، هو اللي عنده الإمكانيات، هو عنده الألقاب، هو لكل جماهير كرة القدم على مستوى العالم، للبايرن ودورتموند الروسية، وفي الجول، يا للبداية، ويا للفرحة، ويا للإثارة، إنها البوندسليغا، إنها قمة البوندسليغا، تبتدئ بحرف أول، كل مشاهدينا الكرام، من يبتدئ بالتعبير التاريخ، فريق الانطلاق في الأمور، وليفو يا سلام، سلام يا ليفو، يا للجمال، ويا للإبداع، ويا للتألق، يا روبرت ليفاندوفسكي، أمام ليفو، الخطأ لا يغتفر، الخطأ لا يغتفر، روبرت ليفو. يا
شوط الى ليفاندوفسكي ملعوبه الى مولر، مولر يحاول بعرضيه وهنا الراسيه والرباعيه. يا الله يا الله، يطعم دورتموند سما ويطعم عسلا عسلا لجماهير البايرن ولعشاق البايرن، ويطعم جماهير البايرن علقما علقما او جماهير دورتموند علقما. حاولت المرور والعرضية وفي الجول، خماسية خماسية، وهذا الذي نراه هو استجداد استجداد البايرن، استجداد الفن الكروي لفريق الباباري. واحد هدف متأخر يمشي بالكرة سواريز البري ب2-0 بعدما ضاع في بر برشلونة وتاه في